احنا دحين مع عبد الله العثمان وراشد الشاشعي آه، انا انا اقدر اتذكر قص قاعد اشوف حلقه في, نش... في شيف ستيبل اه دوبنا كنا نتكلم على ستيبل. شيف ستيبل يعني ايوه كان هذا الشيف امريكي قاعد يجهز طبق مده ثلاث ساعات اربع ساعات والمساعد حقه ياباني عقب خلاص الحين بيروح يقدمه للضيوف اخذ الطبق ومشى يوم في نصه سقط منه فقال كنت ان انتحر بالطريقه اليابانيه which is what ايش هي الطريقه الانتحار اللي بعدين يعني. احنا في رجع، اكل التفسير رجع لو سمحت <applause> شوف شوف كيف رجع للشيف قالت منهار قال جاء الشيف سوى هذه الحركه على الطبق تحت قال خلاص نروح نسويه مره ثانيه بالشكل اللي طايح <applause> وسجلوه في المنيو تبا <applause> لقد اسقطت فطيره الليمون فتقدر دائما يعني تطلب تبا <applause> <overhe crashed. تصفيق تصفيق> yeah, yeah. عندهم في الش... شيف ستيبل الب... شيء يخليك تقول انه كيف الاكل في الرائحه واللون والطعم والتكوين حتى الطبق شيء عبقري رحلة <applause> 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 يعني <حلى>. هل هل هذا كان يعني الهام إله بدعمه إيه إله الهام لشغلك لانه اونستلي يعني عبد الله يعني عمل ال 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 when he created the work that's in the festival um, ما هي بس بصريا طبعا بالضبط فادينا كده اي انا اتوقع الاشياء اللي دائما اعيش فيها في زي فيلم ولا طبخ ولا اكل ولا رائحه ولا موسيقى تبدا خلاص اعيش فيها وتبدا تتكون عندي في اللاواعي في الارشيف يعني دروج فاكيد ان الفترة اللي قعدت فيها اشوف الشغل حق الـ الاكل وابحث فيه وصرت مره مدمن متابعه طبخ والشيف ستيبل واروح ازور مطاعم في العالم على ميشن ستار واحد واثنين وثلاثه بديت في الاكل والرائحه واللون تذكرني اسالك من فين اطلب الغذاء اليوم لانه انا بموت, بموت <applause> اخاف من, أزل أزل من أزل المطار <applause> وشوتين ورا شو ولا و... ممكن اقول ما ترى ما ياكل ف ممكن ف... اقول معصوب ومطبك. لا لا معصوب عندنا ابغى شيء كده شويه ما اكل 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 بس اكل وجبه في اليوم او سي. لا 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 بالكثير ترى ترى هذا غلط اللي بسويه ايوه ايوه الصح زي ما انت تسويه نص ساندويتش وترتاحي <تصفيق> <تأكلك> <تصفيق> أنا أنا <تصفيق> 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 أنا نص ثاني بس لا بعد همي ذا بعد لا ارجع بعد نص ساعه <applause> اه اوكي ايوه ايوه بس هذا الصح يقول لك 6 small ميلز بير داي ايوه ايوه الغلط الغلط اللي نحن بنسويه كشعب عربي او سعودي ناكل وجبه واحده في الليل عادة وتطيح فيها اللي هو ايوه أيه المندي او الخروف أيه أيه أيه. أيه. آه، سوري كنت اقرا ف... ف... عن الموضوع تحديدا في الفتره أش الاخيره أش دع... لا، عشان قطعناك سوري ف... على الفكره حقة الرائحه واللون أيه. فممكن دائما الارهاصات اللي يخ... تخزنها الذاكره في وقت الاشتغال على الفكره تبدا ترجع ياه. لك الاعدادات حقت التفكير وهل هذه اول مره تعمل عمل يو انجيج ذا سنسز من ناحيه أيه. الرائحه؟ والاظن كمان ايه. الصوت وال وال... اول مره يعني كان في البدايه كان لاندسكيب وزراعه ايه. بعد خمس سنوات من 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 العيش داخل م. هذا هذا المشروع بدات تتفاعل عندي حاسه اني اشتغل على الرائحه لأن الزيوت بدات اقرف النباتات ورائحتها طيب ليش ما استخدم الرائحه هذه وبديت ازرع عندي في البيت النباتات هذه على شكل بسيط وطلعت عندي ملامحها وبديت اعيش معاها قصه خاصه بحيث انه اشوف العلاقه بيني وبين النبته هذه كيف حتى ابدا اكون العمل نفسه وعندي البذور وانا دائما اصفها قدامي واتفرج على الوانها إيه فبدا يدخل إيه. إيه علاقه إيه. علاقه علاقه من الزراعه بحيث انه تحط نبته وتسقيها كل يوم بديت اكون علاقه يعني مع مع مم. مع هذه البذره اللي راح تطلع آه فيوم بدا يتشكل عندي هذا بدات بديت ادخل في مرحله الرائحه، بديت ادخل في مرحله الزيوت وصار هنا خلاص مم. الان نضج بالمفهوم العام نضج عندي عندي ايش اختلف عندك؟ اختلف شيء عندك جسمك في احساسك؟ آه زاد وزن. صرت توقعت العكس <applause> 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 صرت مره اكل اكثر <applause> صرت تشم إيه؟ الشم أيوه. بديت مثلا تشم تقول هذا مثلا هذه ريحه فيها تعطيك انفعال هذه تستفز هذه هذه ريحه غامضه وذكيه هذا في شيء من مثلا فروتي هذا فيه من سبحان الله. من التربه شيء ثم تبدا تقرا واذا قراتها في المعلومات حقت الروائح كيف تتكون ومن من وين تبدا فصرت اعرف كيف يتركب العطر القاعده، منطقة القاعده حقته وش الانجريدينس اللي يتبعونها في استخدام القاعده. الافتتاحيه كيف تبدا الافتتاحيه بروائح محدده من النباتات. مم. واو وكيف كيف تتحرك وكيف الدمج فيها فصار واجيب جبت الزيوت وجبت الكيميكلز وصرت اجرب 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 واعتقد انه يعني هالتجربه خلتني اوصل للفكره العامه للعمل الفني وقدرت اطلع بالروائح اللي ابغى اقدم رائحه أه تنقلك للطبيعه. بس ايش هي؟ تقدر تقول ايش هي ولا؟ هي مكونه من مجموعه نباتات عطريه. Okay. لل للارض بعد سقوط المطر. اه oh, نايس. Nice. فهي okay. موسميه. Yeah. اذا جاء المطر تحتفي الطبيعه كذا وتبدا تتفتح. Mm. وهذه النباتات في شيء منها مره يعني اوريجنال لل للبيئه هذه. Mm. فاستخدمت مجموعه من هذه النباتات بحيث انه اذا دخل جوا اللون وشم الرائحه يبدا يلمح ريحه مم. الطبيعه في المكان كيف من وين بعد المطر بعد سقوط المطر تبدا تتفاعل التربه مع النبته مع مع الرائحه العطريه فهذا كان القصه في العمل انه كيف بدات من الزراعه لين سويناه في نور الرياض على شكل انستليشن مستلهم من من النباتات دحين كان في موضوع احنا يعني قبل كم شهر دخلنا في الدسكشن هذا وقلت لكم انه حنسجله وفعلا بنسجله لا تورطوا بعض لا نورط بعض بس خلينا يعني very honest about it دحين كنا بنتكلم على a challenge أظن كثير من الفنانين uh, بيعانوا منها uh, إنكم تكونوا أو تكونوا صح ايه. عربيتي بس يعني تكونوا أعمال to create صح تكونوا ايه بالضبط تنشئوا تنشئوا اوكي pause a second تنشئوا اعمال لل for the commercial scene let's say للبيع اللي هي تكون um, الناس يبغوا يشتروا ويحطوه في بيوتهم في التجاره في التجاره وفي اللي هي less commercial بس more institutional mm -hmm. اللي هي ايش الاشياء اللي اللي المتاحف تقتنيها فعندك اقتناء خاص اللي هو فاينانشلي فايبل اكثر يعني يعيش الفنان اكثر وفي الانستتيوشنز المتاحف اللي تقتني الاعمال انتو الدسكشن اللي دخلتوا فيها وهي يعني اتس a تشالنج اظن ان ذا ارت سين ان جنرال العملين او الكونسبت مره مختلفين ات سيمز اللي المتاحف تبغاها الـ الـ الشخص ممكن مو ضروري يحطها في بيته ولا يقتنيها لـ لـ لبيته عشان يتعايش معاها يوم ورا يوم ورا يوم الاشياء اللي حلوه وكلورفل و بوزيتيف من ناحيه المسجنج الناس يبغوا يشتروها بس المتاحف مو مره فهل أنتو كفنانين انتو يو هاد فيري ديفرنت فيوز اوكي فخلينا نبدأ براشد رأيك عن الموضوع لأنه يعني It's definitely a challenge and I want الـ 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 حقكم قد ما هو مختلف أعتقد في هذا الموضوع تديني رأيك في, في... <صفح> <صفح> طيب عشان أسهل يعني الموضوع شوية وبسطه أكثر كنا أيه. نتكلم عن حاجة غريزية لها علاقة بالغذاء وتطلب جسم الإنسان لهذا الغذاء <تصفح> <أه> أول شيء في حاجتين في دافعية ترفع مستوى تطلبك لهذا الغذاء صراع من أجل البقاء عشان أنت تعيش أنت تحتاج هذا الغذاء ولكن في نفس الوقت لازم يكون في غرائز تجاه هذا الغذاء تقربك أو تخليك قريب من هذا الغذاء م. من أولها يعني أو أكثرها شيوعا الرائحة والطعم اللي إحنا كنا نتكلم عنه العمل الفني نفس الشيء هو يواجه عشان هو يبقى لازم يكون له هذه الصبغه المختلفه والمتغيره وفقا للمكان اللي هياخذ او يقتني او يعرض فيه هذا العمل الفني. يعني مثلا نرجع ثاني وراء للغذاء، الصباح لما تصحى لما تبي تاكل تبي تاكل شيء معين، انت ما تقدر مثلا الصباح تاكل كبسه، والله في ناس ياكلوا كبسه لا والله لا اقدر اكل كبسه في الصبح <applause> عادي إيه يعني في ناس يقول لك لا انا ما اكل كبسه الصباح لكن الظهر ممكن اكل كبسه يعني لازم استفتح بشيء معين في ناس يقول لك لا انا اشرب قهوه بعدين افطر في ناس يقول لك انا اكل في الليل في ناس يقول لك انا ما اكل قبل ما انام في الفكره انه في توقيت معين في احتياج معين وفي مكان معين يعني انت مثلا لما لما جيت الرياض مثلا يعني من اول كان صعب انه انت تاكلي سمك الان وسائل التقنيه والتكنولوجيا قدرت توصل السمك للرياض تأكل سمك في الصحراء بس من اول كان مره صعب الموضوع فالقصة في الفن نفس الشيء لكل مكان آه يعني آه آه خلينا اقول لك درجه قبول وامكانيه م. واهميه في ناحيه من الفنون ممكن يكون الفن فقط من اجل الترفيه ممكن يكون الفن من اجل آه آه اثبات الذات الشخصي عند المقتني يعني م. وهذه نقطه مره مهمه يعني في فنانين ينتج اصلا اغلب الفنانين ينتج العمل الفني عشان يثبتوا ذواتهم الداخليه م. اقتناء العمل الفني للفرد الشخصي يميل اما للاحتياج للتقدير عشان انا اقول عندي عمل الفنان الفلاني م. فاحتاج هذا التقدير من المجتمع لما يشوفني انا اقتنيت اعمال فناني مر مهمين او اثبت لذاتي وللناس اني انا قادر على اقتناء اعمال رائعه جدا م. يعني في ناس يقتنوا الاعمال الفنيه مش عشان العمل نفسه عشان انا اعرف زي ما يقولوا اصطاد مم. او اختار العمل الفني اللي اللي حيكون مهم او اللي حتزيد قيمته مثلا مم. هذا من الجانب الاقتناع الشخصي لكن دائما المتاحف تنظر للموضوع بشكل جمعي يعني اول شيء عندها مساحات مؤهله للعرض ضخمه جدا منصات العرض دائما في متاحف لها مواصفات تقدر تتحمل اعمال مختلفه تحتاج الى صيانه تحتاج الى قدره معينه عندها رسائل معرفيه او تسلط الضوء على سبوت مع... على تاريخ معين او حدث معين في اي مكان في العالم عندها يعني رغبه دائما في اقتناء المختلف والمتغير واللي يثبت حاله تاريخيه او مستقبليه ممكن تكون ارهاصات فنان عن شيء في المستقبل المتاحف عندها هذه النظره دائما للمواد والخامات اللي حتعيش معه لان المتحف لما يقتني عمل فني ما يقتني عشان يوم أو يومين يمكن بعض الناس هنا عندهم إمكانيات مادية إنه يقتني عمل فني يجلس معاه سنتين أو ثلاثة في الأخير يعني إذا ما كان مدرك للفنون مصيره سوق يعني إذا إذا أكرمه ممكن تلقاه في حراج زي حراج بن قاسم والعراج في جدة حقيقي يعني إحنا اشترينا عمل من هذا الأمان وفي ناس لا ترميها يعني العمل الفني مجرد ديكور عندها موجود في البيت عشان يحسن شكل بيته يعني لا فبالتالي فهمك لدور الفن او العمل الفني دور العمل الفني في هذه الدائره الضخمه جدا هو اللي حيحدد مواصفات العمل الفني اللي المفترض انت تقدر توصله او تقدر تتكلم من خلاله وانت بقى. قلت شغله مهمه اخر مره اتذكر انه انا ما ابغى اعمل يعني بما معنى انه ما, ما كنت ابغى تعمل معرض تنكد فيه الناس او شيء زي كذا. يعني انا دائما <applause> عندي نهج معين في اعمالي الفنيه، انا احس انه العمل الفني هو ما هو درس، هو ما هو كيمياء، هو ما هو فيزياء، ما هو رياضيات، ما هو معادله، ما هو طب. <applause> الفن حاجه لها علاقه بالمتعه الداخليه، وان كانت يعني ما هي المتعه المباشره. ففي اعتقادي انه طرح بعض المواضيع يعني القاتمه بطريقه قاتمه اصلا غير مريح يعني اصلا الموضوع صعب وبرضه تطرحه بسوداويه مشكله مره كبيره انا اشوف انه الفنان الحصيف الفنان الذكي وش معنى يقذف من حصف يحصف الشيء وكانوا يحصفوا الحصير. الحصير يعني يعني انه انت تتقن الصنعه وتوجهها آه لما انت تتقن شغلتك وتوجهها بشكل مره كويس معناته انت ما حتروح لمكان غامق، يعني مثلا تبي تتكلم عن الموت ما يكون دارك الموضوع، يعني انا في بيتي مثلا بالله عاقتني لو تتكلم عن الموت واحطها مثلا Some people like that والله في اب في الجوال آه تعرف يذكرك انك حتموت؟ والله في اب في الجوال يذكرك انك حتموت بس فقط هذه مهمته ليش الناس ت... بس عشان تذكرهم انه ترى لايف از شورت اند يو نو تذكيرك بالموت ايش حيسوي منك؟ شاك فيه خلينا نتكلم كذا بصراحه خليك تزهد ما حتصنع ما حتبدع ما حتسوي اي شيء حتنتهي الحياه حتقفل بس ترى فيها هي مفهوم حتى روحاني ايوه كثير أيوة. من من المذاهب الروحانيه الهنديه وشرق اسيا انه كيف اصلا هو يتعامل مع هذه الفكره بطريقه ما هي الطريقه المبرمج عليها العالم انه حاله انتهاء درامي لا هم قاعدين في في مناطق كثير في تعريف الموت مختلفه فكل واحد منطقة اللي هو عرف فيها الموت ايش زي واحد كيف يعرف السعاده ولا المتعه فتعريفك للدسكربشن حق المتعه هو اللي خاص فيك في اكتشاف هالمتعه ممكن تفرض في اشياء كثيره ناس انها هي المتعه اصلا فالموت واحد من هذه الاشياء اللي كيف نفهم هالقصه ونتعامل معاها بطريقه يعني مختلفه اكيد انه الموت حاله انتهاء وماساه بشريه عارفينها بس ممكن في حاله اكتشاف جديده يعني فانتازيه حلوه انا حلو. احب أنا, حلو. أنا, <applause> انا معك انا <applause> نشوف <شفنا> انه غير تعريفها يا اخي ليش؟ داس از جود خلينا نشوف ايش في بس في الثقافه <applause> دائما اصلا يريدوا الموت يريدوا الاماكن دي عشان تسوي معادله مع الحاله الماديه مع طغوه مثلا الماده طغوه الامتلاك طغوة انه انا ابغى يصير عندي كل شيء انا ابغى اسوي كل شيء فيصير عندك يعني حاله اتزان داخليه لما تعرف انه آه لا ترى بس ايوه, إيه ترى في الاخير انت حتموت أيوة في كثير من الروايات والمثقفين الشعر يتناول هذا المواضيع بشكل احيانا حتى غامق ام. هي الفكره انه في فنانين يد... يعني خلينا نقول مره حلو انه اصلا يوجدوا ذولا ذولا بس انا انا كفنان في اسلوبي احب دائما اخذ المنح الايجابي ام. يعني خليني ورده اكثر ام. خليني اصنع ضوء اكثر مم. خليني اوقد ضوء وانير لمبه و... أبخل... انا بدخل هنا مداخله اي بليز و أشوفك متعريف... انت قاعد تدخل <applause> شوية. في منطقه بكون فيها التفكير يعني بصوت عالي ايه. وما عندي يعني وجهه نظر يعني واضحه بس انه المنطقه هذه اللي بكون في انير انير جمال العالم ولا بكون مره أه قاعد اصنع هذه البهجه للناس ترى انت برضو في الناس مية كلها قاعده في حاله سعاده ولا بس تبغى تساعد الناس او تخدر الناس في في اعمال تحفز على التفكير تحفز على على اكتشاف جوانب فكريه انسانيه ما كانت فعاله عنده فيجي العمل التغيير يصير بطريقه مختلفه ما هو بس لازم اني اقول خليك كويس وخليك سعيد ومن الشعارات الكبيره هذه في اعمال تضطر انك تسويها انت تتغير مم. يعني انا اتذكر تجربه اللي سويتها حق التعذيب بالموسيقى أتذكر هذه التجربه جداً. مره ايوه خلينا خلينا بس نقول ف... بس عيد التجربه عشان الناس اللي ما يعرفوها يعني أيوه. فزي هذه التجربه الفنيه القاسيه السيئه في... اللي هي اخذت اغاني آه. أيوه. اللي هي قلت وابو تنام 21 اغنيه حتى حطيتها في فايل ورحت سويتها في صالة عرض في دبي. سمعت 21 اغنية استخدموا في غنتنام أبو غريب. فتبدا كوسيلة فيه. للتعذيب. هي أداة أيوه. تستخدم في تعذيب الإنسان. أيوه. لكن أنا أبغى أحتاج أترك موقف. وكم ساعة قعدت؟ قعدت ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. أحتاج أترك موقف للعالم كدور فنان يبغى يشارك بي 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 بردة فعل إنسانية مم. بسيطة. ويحفز يعني على على المحافظه على الموسيقى، انا بالموسيقى استدعي ابوي باغنيه مم. مم. بذكرياتي فيها، اذا تستخدم هذه لاداه تعذيب معناتها البشريه قادره على انها تتعذب وهي ما تدري مم. بالموسيقى ولانها اعتبارا انها هي ويفز مم. والقلب الانسان ايقاع وصوته ايقاع والموسيقى ايقاع فالكلمات اللي تستقبلها في في هذه الافكار تشحن كل مخيلتك حول 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 جماليات اللي تبغى تعيشها. هذه كانت تجربه ما اعيدها لو يعطوني كل الاشياء اني اعيدها ما اعيدها بس, بس كانت هي سبب رئيسي في تجربه اني انتقل لحياه افضل مم. او اكتشف معنى جديد في الموسيقى، فلازم مرات انك تحط نفسك في محك تنتج شيء اكيد مو بكويس والناس بتنبسط بس انت بتغير شيء بتساعد انه تتغير اشياء في الموسيقى في العالم مم. تحافظ على الانسان اللي قاعد يصير عليه هذه هذه المرحله مثلا زي الدراجز ميوزك وانتشرت ذيك الفتره وقت الدراجز ميوزك انه ممكن يجتمعون وصارت ظاهره فانت دورك كفنان يختلف هنا تقدر تقول انا مالي علاقه في هذه المواضيع كلها وعندي منطقتي اللي انا بسويها وطبعا هذا حق مشروع لكن في مناطق في الفن انا مع اللي يقول راشد 100% ولكن برضه في المناطق الثانيه ما اقدر انسف اهميه التطرق طيب لل طيب كيف 100% لل... وبعدين تبقى عندك نسبه 100% خلاص؟ <تصفيق> 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 أو عندي لك شيء. شوف عندي 100% 100% في النص صفر <تصفيق> 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 طيب انا 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 بروح مع عبد الله الان اوكي آه واحده من وسائل المزارعين لعمليه لي... اكثار النباتات <applause> هو تعذيب النباتات تخيلي يعني مثلا زي شجر الجهنميه المعروف يعني اذا انت تسقيه كل يوم مويه ما يطلع لك ورد ليش <applause> ما يطلع ورد <applause> لانه هو ما يحتاج يتكاثر انت تحتاج تشعره اصلا بانه هو ممكن يزول يبدا هو يعطيك ورد يعني انت لو تجفف شويه عنه المويه يصير يعطيك ورد العنب ايضا عشان يطلع معك عنب بشكل مره جيد في الثم في الشجره انت لازم تقلمها التقليم مم. جزء من التعذيب عشان تشعرها زي المانجا يقولوا برضو مم. فاغلب الاشجار عشان انت مم. تبدا تخليها تدافع عن نفسها بعمليه الاكثار مثلا عشان تحافظ مم. على جنسها لازم يصير في هذا التهديد آه لكن لكن انا اميل مم. دائما حقيقي حقيقي اي حقيقي حقيقي مع الاشياء الجميله البقاء الاجمل وليس الاقوى بالضبط خلاص خلصنا اتفقنا <applause> <applause> احنا اتفقنا اننا مختلفين أيوه بس. <applause> <applause> بس ما ورطوا بعض لا لا شو أيوه. طب لا راشد خلينا خلينا نتكلم شويه لانه عبد الله ادانا شويه نبذه عن عن العمل اللي هو حيعمله لنور الرياض فخلينا نتكلم على مشروعك انت انا ما اشوفه مره يعني اوف كورس اتس اتس فيري بليزنج شغلك بالانوار طبعا دائما قبل نور الرياض عندك سيريز معين احس انا واحده منهم صراحه يعني دائما الواحد يحب يتصور جنبها او قدامها لازم ضروري ضروري خلفي. ايوه ضروري بس صراحه المسجنج از فيري امبورتنت ما عمرك عملت شغل صراحه بس عشان شكله حلو فخلينا نتكلم عن العمل اللي انت حتقدمه في نور الرياض آه خليني بس ارجع تك بسيطه اغلف بس النقطه الاخيره اللي احنا تكلمنا فيها أي؟ الورد احنا ننشره رغم انه احيانا فائدته محدوده يعني كشكل بس احنا ننشره لانه ممتع لانه جميل لانه رائع يعني ضعيف فاحنا نساعد في نشره لانه هو جميل يعني فقوته في الجمال نفسه مواضيع اللي انا احيانا اتعاطى معها آه انا احب انه اخلق دهشه من خلال العمل الفني دهشه بصريه خلف هذه الدهشه البصريه آه يعني خليني اقول لك بيان معرفي آه آه ممكن توجيه ضوء ناحية موضوع معين أو شكل معين من الأشكال تعطيت مع أعمال مرة كثير أو اشتغلت صار عندي حالة اشتغال ضخمة جدا مع الإضاءة ودائما أحس أنه كثرة الضوء القادمة إلى عنا تحتاج هذا التهذيب وهذا التشذيب كوني أنا ولدت في مزرعة ف ال الشمس عندما تشرق على الأشجار وانت تحت الشجر وتشوف كيف هذه النباتات تنحت كتلة الضوء القادمة إلى عينك وتشوف كيف تتحرك مع هذا القدر أذكر مشاهد لها علاقة ببعض الأماكن اللي كنت أنا أختبئ فيها مثلا من والدي لما كنت أسوي أي شيء غير مرضي لما ولا دائما إيه دا يعني زمان فكان في فتحات لأنه هو كان مبنى حديدي كان لصنع الخبز في, في منطقة الجنوب فكنت اختبئ فيه فمع الرماد يطلع هذا الرماد يبدا يتحرك في المكان، فكل الفتحات اللي يجي منها ضوء كانها كتل منحوت يعني صار عندي دائما شغف تجاه نحت كتله الضوء، فدائما اخلق ضوء ومن خلفه العمل الفني اللي انا اشتغل عليه يا بتغيير اللون مثلا او بعزل الضوء او حاجه من هذا القبيل. سلسله براند، سلسله مره طويله اللي انت تتكلمي عنها، تتكلم عن يعني كيف اليوم صار في طغوة مالية اقتصادية بالمؤسسات العالمية اللي تنظم التجارة وتنظم أمور الاقتصاد على حياة الإنسان وحياة البشر يعني كلنا أكيد شفنا المقاطع السيئة اللي تمر هذا اليومين في بعض الدول ممكن أحد يصاب في الشارع ما حد يطالع فيه يعني, يعني, في مشاهد أنا مشهد شفته مؤلم قريب في أحد الدول بنت صغيرة سياره دهستها حقيقي الناس تمر ولا كانه موجود ما في احد حتى يلتفت يعني ناحيتها يعني يشوف ليش؟ بعدين كلهم تلاحظي شايلين أه أه اوراق وكتب وعدد باين لاشياء عمليه يعني رايحين يسوي شغلهم مكملين حياه يعني ممكن المبنى اللي خلف البنت هذه لو احد جاء وكسر الرخامه هتقوم الدنيا يعني كنت دائما اضرب مثل اذكر في في لما اختنقت قناه السويس بالباخره الاقتصاديه ضج العالم في تلك الفتره في نفس الوقت ترى في عماره انهدت على الناس وتوفوا ولا احد تعاطى مع الخبر ولا احد شاف فالفكره انه في طغوه ضخمه جدا من منظمات التجاره من الراسماليه من الاقتصاد بشكل عام ارخص قيمه الانسان قدام السلعه يعني اصبحت السلعة مقدسه حتى اكثر من الانسان نفسه فهي دعوه اكثر من هي مجابهه انه يعني راعوا راعوا الانسان يعني دعوه الانسانيه اكثر بشكل أغ... يعني اقرب للصواب ل... <applause> آه لكن عمل آه 100 مليون آه اللي هعرضه ان شاء الله في نور الرياض هذه السنه انا يعني خليني اقول لك صار عندي حاله اشتغال فني مع النفط من سابق عهد يعني عندي اعمال فنيه رسمتها كانت تتكلم عن النفط وجود النفط في ثقافتنا ك ك كرمز ثقافي ما اتكلم عنه كرمز اقتصادي فقط وسلع اليوم النفط من اهم العناصر المؤثره في حياه السعودي بلا شك اجتماعيا واقتصاديا وماديا يعني حتى العمل على النفط واستخراجه وبيعه اثر على بيوت ناس كثير عندنا بطريقه معينه يعني ستايل الحياه تغير عندنا طريقتنا في الحياه تغيرت بسبب النفط احنا ما يعني في ناس كثيرين مثلا يرون من النفط شيء مفسد لحياه الانسان لكن في نفس الوقت هو شيء مصلح جدا اثر فينا وقدم لنا يعني يعني اشياء مره رائعه واشياء مره كويسه في حياتنا تاثرت حياتنا الاجتماعيه والاقتصاديه بهذا بوجود النفط ونحاول احنا يصير في حاله اتزان بين وجود النفط في حياتنا كماده اقتصاديه ولكن كجزء يساعدنا انه احنا ننهض ونتقدم ونتطور الحمد لله اليوم في قياده واعيه جدا لفكرة وجود النفط في ثقافتنا وفي وفي اقتصادنا ومراعاه هذه الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه وشكلها وكيف تظهر للعالم حيساعدنا انه احنا يعني دائما نروح لبر الامان اكثر. اليوم وصل استهلاك العالم لاكثر من 100 مليون برميل نفط يوميا. آه كنت ابغى الف او ابغى اسوي برمجه صوت عن كل برميل نفط ينتج في اليوم فقسمت 24 ساعه على عدد الثواني على عدد الهذا فبدات احط نغمه يعني زي طنه او شيء بسيط لكل برميل ينتج حقيقي لما سويته طلع الصوت عندي متواصل ما في ما في يعني طنين متواصل ما عاد ما عاد في يعني نغمه هي دعوه اكثر ل لاستغلال الاستهلاك النفطي في العالم بطرق اكثر انسانيه بطرق اكثر وعي اليوم مثلا السعوديه دعمت مشاريع مره ضخمه جدا تقابل هذا الاستهلاك الضخم من النفط زي السعوديه الخضراء و... وما الى ذلك من برامج بيئية تخدم حياة الإنسان وتساعده أنه يروح للمنطقة مشرقة يعني مم. باختصار هذا التفاصيل اللي تعني مفهوم العمل الفني طبعا حالة الاشتغال الفني فيه لضوء فيه صوت وفيه خامات مختلفة عمل تركيبي تفاعل يعني تتفاعل أنت معه مؤثر فيك خليك تكون أقرب لقراءة القصة لانه خلق الدهشه في العمل الفني خليك تقترب اكثر من قصة تتاثر فيها اكثر يؤكد على وجود الاشتغال الفني نفسه. بس الحين رؤيه آه 2030 ما هي عشان تركز اكثر على البوست اويل ايكونومي وعشان ما ما نكون مربوطين مربوطين او يعني قبل عشر سنوات انتجت عمل فني كان هو عباره عن موكيت محروق عليه كلمه نفط اويل وكنت اتكلم فيه عن كيف سلبنا في فتره من الزمن النفط ثقافه الصناعه ثقافه الصناعه في 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 في, في الخليج او في خلينا اقول لك مو بس في الخليج ترى حتى في دول مثل بحر قزوين كل الدول اللي اللي كان عندها ثروات نفطيه صار عندها اكتفاء في من 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 الحالة في الحاله الاقتصاديه فصار ما عندها مثلا عمق تصنيع ثقافي في اشياء مره كثير كانوا يصنعونها اهالينا في بيوتهم كاثاث كبيوت كمنازل اشياء مره كثير مره كثير اختفت بسبب يعني وجود اكتفاء من هذا الماده فهي يعني دعوه هذا العمل كان اصلا ينادي إلى أنه لازم يكون عندنا تركيز أكثر واستغلال للنفط بطريقة أمثل. مم. الحمد لله اليوم يعني القيادة عندها بعد نظر مرة رائع. صار آه في دعم كبير جدا للصناعة ولإعادة الصناعة مم. للجزيرة العربية بشكل أو بآخر في آه يعني آه في أشياء متنوعة مرة كثير. آه الحمد لله يعني شفت لما تسوي عمل فني يوجه الضوء باتجاه شيء معين بعدين تبدا يتعالج او تبدا يصير حقيقي تكون مره فرح وسعيد. ايش احساسكم انه لانه كنا بنتكلم مع مع مهند شونو قبلها وبرضه كان عندنا انترو أبسود تكلمنا عن الموضوع هذا انه احنا الحمد لله محظوظين كبلد انه الحكومه بتدعمنا بهذه الطريقه لانه حتى جلوبالي كثير من الفنانين يعانوا انه اصلا يكون عندهم انستليشن قد كذا كبير بالدعم هذا بالسهوله هذه في مدينتهم انا يو انا انا بابليك سبيس ايش احساسكم انه بدات الاعمال يعني بدات في جاليريز دحين صارت في ان ذا بابليك مدري هي كفاءتنا <applause> ولا يعني القدر أنا حقيقي دائماً آه عشان اني مشرف على مركز الفنون في المدينة فدائماً أقول للفنانين اللي هناك لأنه عندنا أندية مرة مختلفة حقيقي إحنا نعيش عصر ذهبي عصر ذهبي و... واستغلال واستغلال أمثل بشكل مرة كويس من الفنانين نفسهم يعني حيودينا المناطق مرة رائعة أنا أعتقد آه وعندي هذا التوهم انه سيصنع فن جديد معاصر مختلف في العالم اليوم في السعوديه. ليش؟ آه كل الظروف مواتيه لصنع آه لصنع فن مختلف. اول حاجه آه احنا على مستوى العالم كتاريخ ثقافي فني اليوم وصلنا لحاله تشبع من الممارسه الفنيه المعاصره بنفس الطريقه. اليوم التكنولوجيا والتقدم اللي جالس يعيشه العالم يحتاج فن يضاهي هذا التقدم وهذه التكنولوجيا. اليوم تحول العمل الفردي الى مؤسساتي اكثر بفضل دعومات اضخم، بفضل رغبه قياده يعني ملهمه حقيقي ومؤمنه بفنانينها ولكن في نفس الوقت في احتياج داخلي عند الفنانين آه لاثبات ذواتهم من خلال مؤسسات ليش لانه من اول انت كفنان عشان تثبت ذاتك يعني ممكن اي شيء انت تسويه بسيط على قدك يقدر يثير فضول الناس اللي حوالينك ويشوفونك في منطقه حقيقيه واضحه وانه انت قادر تصنع وتسوي اليوم مع يعني آلة التصنيع الضخمة في العالم ما في شيء يدهش البشر يعني اليوم واحد ولا ابتدائي قاعد على جوال يقلب ولا على إيباد هذا كيف حتجيبه جاليري وحتدهشه بعمل فني يعني إذا ما في شيء يعني صوت مم. وضوء وحركة وتكنولوجيا مرة مرسف. ضخمة عشان كذا اليوم يعني الفنان يعني حيخرج من الأنا الفردية حيروح للأنا الجماعية حتبدأ تتحرك الاستديوهات بشكل أضخم مع بعض حتصير مؤسسات أكثر يعني راح يحقق الفنان الانا حقته من خلال الانتماء لمجموعه يسووا اعمال فنيه ملهمه وضخمه ومختلفه ومع م. يعني انا يعني اتذكر التجربه اللي صارت خلال ثلاث سنوات في الدعم سوت نقله مره مهمه لتجربه الفنان يعني باخذها انا من زاويه خلال ثلاث سنوات وش صار؟ نور الرياض بنالي، ديزرتيكس في دعم تمكين الفنان إنه ينتج عمل بمواصفات عالية وجودة عالية بعد كذا بدأت تجي الفرص للفنان إنه يكون موجود في أماكن ثانية خارج السعودية حتى يعني مثل بينالي الشارقة بينالي ليون آه راشد في الصين قبل فترة فهذا الدعم اللي عطى إنه يجون الناس ويشوفون تجربتنا بشكل واضح ويختارون بأنفسهم تجارب فنية من فنانين سعوديين هذا الدعم ما صار بس انه ندعم فنان وبس لا حتى الجهات الخارجيه من متاحف من بيناليات من جاليريات في العالم قاعده تبى تشتغل مع الفنانين السعوديين شافوا الشغل يعني, يعني انفتحت السعوديه كمان فصار في عروض للفنانين السعوديين بعد هالدعم طلعت نتائج واضحه يعني انه ندعم ونسوي اشغالنا في السعوديه كانت مره رائعه، الان من خلال السنتين الماضيه شفنا التاثير ان الدعم وصل الى الى سويسرا في في الى الصين الى اليابان الان زي فنانين في اليابان قاعدين يشتغلون شغل الى بناء بيون وهذه الاشياء فعلا رد يعني رد واضح ومباشر للنتائج اللي اللي تقدمت في الدعم الجهات الحكوميه الكبرى في دعم الفنانين والاعمال الفنيه الكبيره. طب قبل عشر سنين انا معليش شخص يعني بعيد عن القطاع الفني قبل عشر سنين كيف كانت الساحه؟ هل المتاحف كانت موجوده؟ و... وكيف كان وضعهم؟ ممكن راشد عنده على هذا يعني فعلا ما و... اعرف يعني ما طيب الفنون في المملكه العربيه السعوديه تنقسم تقريبا خليني اقول لك الى اربع اقسام بس عشان نقدر نفهمها اكثر أربعة في فنون شعبيه لها علاقه بتصنيع بدائي بسيط جدا وموجوده يعني في بعض الاماكن واحتياجها بسيط جدا وما يعني تروح ترتقي احيانا للفنون التطبيقيه يعني بحيث انه تصير تستخدم زي اللي يصنعوا المهفات زي اللي يصنعوا الاشياء دي وهذه الان صار عندها دعم ضخم جدا في التراث وفي الثقافه يعني وصار في تعزيز عندهم لبعض المعارض وبعض بس انها تحتاج تاخذ وضع تجاري اكثر عشان تبقى. في الفنون التقليديه واقصد بالتقليديه فنون الفنون الحديث اللي هو ما التشكيليين يعني كل مؤسسات التشكيل او الفنون التشكيليه او الفنون الفوتوغرافيه في السابق كانت يعني دائما في موجه مره تصعد ومره تهبط بناء على المقتني يعني اذكر مره على الساحات الفنيه مقتنين معروفين كانوا يقتنوا البعض المتاحف فترتفع الساحه الفنيه في تلك الفتره ويظهر فنانين جدد وتزخر وبعدين ترجع تنزل، ما كان فيه يعني ديمومه واضحه لهذا الشكل من الفنون. حتى الجاليريات او الصالات العرض اللي كانت تخدم هذه المساحه مقله جدا وضعيفه وما عندها الخبره العالميه، حقيقي انا لما شاركت في احدى صالات العرض الدوليه قدمت لهم السي في حقي فيه اكثر من 85 مشاركه جماعيه قالوا لي هذا كله اصلا رمش ما يعني كل هذا ما حنستفيد منه يعني ما هو اصلا مذكور لا في يعني ما هو الشيء اللي له قوانين وقواعد تقدر تاصله كتاريخ فني حقيقي اليوم بدا يعني يظهر لي يوضح لي انه ساحه الفنون التقليديه او الفنون الحديثه عشان كلمه التقليديه احيانا تثير بعض الشكك في في التصنيف الثقافي. صار آه عندها رفع لانه صار في دعم للاقتناء صار في مقتنين للاعمال الفنيه صار آه فيه وعي مجتمعي كويس صار في صالات اكثر معارض آه هذه الفنون التقليديه، الفنون المعاصره كانت آه خليني اقول لك مقله جدا على عدد محدود جدا ويسووا معارض في اماكن بعيدة عن يعني في الظل دائما وغير معروفه وكان فيها رسائل احيانا ممكن تكون نقديه اكثر لكن في نفس الوقت ما كان ذو انتشار واضح. يعني بدا مع ظهور خلينا اقول لك حركه الصالات اللي تدعم الفنون المعاصره برامج القريبه مننا زي بنالي الشارقة زي أر دبي، بعض البرامج المحيطه بدات تثير وتحرك هذه الفنون، حقيقي يعني كانها سوت تجهيز، لما اليوم صار في عندنا دعم ضخم جدا للفنون بدا واضح حقيقي انه في فنانين معاصرين في المملكه العربيه السعوديه مؤثرين في الحركه الفنيه على مستوى العالم، مش يعني آه كلامي انا لكن اغلب المؤسسات الثقافيه اليوم مهتمه بالفنون سنويا تمر على السعوديه في محافل السعوديه او معارض السعوديه في فتره احنا ندعم حضورهم ولكن بعضهم اليوم صار مغرم انه يجي يستكشف الفنون المعاصره اللي جلسه تصير في المملكه العربيه السعوديه مشاركه الفنانين صارت على كل الاصعده في الارت فير في البناليات في المتاحف كحضور فني واضح صار في دعم وحضور مره رائع. في الفنون النوعيه اللي لها علاقه بالمسرح لها علاقه بالازياء لها علاقه بالتصميم ككل يعني الـ الـ الشعب السعودي شعب انتقائي هذا اول شيء ويدعموا انه انه عندنا خلينا اقول لك ثروات لا باس فيها انه احنا نقدر نعلم اولادنا هذه المواضيع ما يخلو بيت حقيقي من من طفل او ابن مهتم بـ بـ بالفن يا خط يا تصوير يا بس ما صار فيه عملية يعني ما في سوق واضح اليوم في برامج مرة كثير لدعم السوق للفنون التطبيقية وصناعاتها والتصميم وخاصة طبعا بوجود وزارة مهتمة ومركزة يعني اهتمامها في الثقافة ومن ومن خلالها طبعا الفنون بشكل عام. كنت لك انا في اول جلسه مع مع جمانه سالتها يعني في قائمة الأولويات في وزارة الثقافة هل الفن في الوسط في الأول في الأسفل قالت لي أول شيء كأولوية كتوجه كبناء الفن وعالم الأرت من أكبر أولويات الوزارة خليني أقول لك على حاجة دائما أنا أقولها لطلابي كل الحضارات اللي إحنا عرفناها أساسا كل نتاجها هو فن وثقافه وعماره ما في شعب يعني اهتم بالثقافه والعماره والفن الا وصل الى ارقى المستويات في 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 هذا الفتره، يعني مثلا لما اقول لك حضاره الفراعنه ايش هي؟ حضاره اليونان ايش هي؟ حضاره التبت ايش هي؟ الحضاره الاسلاميه ايش هي؟ زخارف وخط وعماره كل الحضارات اللي في العالم المنتج حقها النهائي هو فن وثقافه، ما في امه صار عندها هذا المستوى من الاهتمام بالثقافه والحضاره الا وصلت الى يعني مكان متقدم في تلك الفتره على العالم. شرق آسيا،, اسيا يعني اليابان والصين برضو من 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 ال خليني اعطيك مثال مثلا على كوريا حلو كوريا تستغرب انه الثقافه الكوريه موجوده في بيوت كثير عندنا في السعوديه. مع انها ما هي دوله مجاوره. ما في سياح كوريين مره كثير عندنا، اي نعم لنا علاقه فيهم ارتباط في الشركات الكوريه ببساطه لكن اليوم الاكل الكوري اللغه الكوريه تعرف انه في كثير من السعوديين يتكلمون كوري انا استغرب تبدا تكتشف لما تقرا اساسا قبل 20 سنه امنت كوريا باهميه الثقافه ودورها دعمت الثقافه بشكل مره ضخم جدا لذلك اقوى فيديو او اكثر فيديو مشاهده على يوتيوب هو ذاك كان ستايل صح؟ شكرا <applause> اول فيلم يفوز بجائزه خارج اوسكار خارج امريكا باراسايت شكرا اليوم يعني حقيقي يضج العالم بالثقافه الكوريه تستغرب طيب ليش اهتموا بالثقافه غلفوها بشكل مره كويس قدموها للعالم قدروا حتى منتجاتهم اليوم بسبب الثقافه الكوريه هيونداي مثلا كل المنتجات الكوريه حتى سناكس الكرين باربيكيو دحين انتشر ترى سناكس اهم شيء كورين سناكس يا yeah. بس على موضوع الافلام سكويد جيم. سكويد جيم. سكويد, جيم. سكويد جيم سكويد جيم يعني اظن في 40 لغه على نتفلكس انا اعتقد على... انه الغلاف الحقيقي اليوم للتسويق م. للمنتجات للاقتصاد للتجاره للعقول الثقافه والفن قوه ناعمه م. في الاخير وكوريا ركزوا عليها بشكل ركزوا مرة. عليها ويعني معلمين ممكن نقول ان شاء الله يعني باذن الله احنا انا ماشيين ل... لمنطقه مذهله صح ونحن بنعلم ان شاء الله ان شاء الله سؤال خفيف يعني تلقى الكبسه السعوديه في كل في كوري. <تصفيق> 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 كبسه قوه ناعمه <applause> اخر سؤال كده خفيف بوتاجيل لا انا ما أعرف هم باين بوتاجيل بس خلينا كده على اخر الابيسود ايش اكثر شيء متحمسين عليه في نور الرياض؟ أنا متحمس على عبد الله ها <applause> <applause> شو متحمس عليه؟ أبغى أشم الرائحة في عملك، أبغى أشوف أجوع ولا لا؟ أبغى أشوف كم مليون طيب جاهز أنا جاهز أوريك <applause> وريني فعلاً يعني يحمس نور الرياض زي كانت التجربة الماضية كانت من أجمل التجارب السنة الماضية أو قبل الماضية آه وكانت بعد كورونا أتذكر كنا نحضر نركب العمل وعندنا فاحص ولازم نوقع كل م. يوم ظروف مختلفة وكانت يعني فعلا نور بعد كورونا كان هذاك أول عرض لنا كان مرة تجربة عظيمة السنة هذه برضه كنا داخل العام أو قبل عام كنا خارجي داخلي السنة هذه أنا يعني وراشد وناصر خارجي ممتاز كنا قبلها داخلي ممتاز فبنشوف يعني متحمس على انه نخلص تشوف العمل في الوقت المناسب لا يعني ان شاء الله نخلص في الوقت المناسب <applause> ان شاء الله باذن الله ايش أم... كانت يعني ايش كان اصعب شيء الفترة هذه في, في نور الرياض يعني في في ويذر ال... في البروسس الكهرباء الكهرباء <applause> اعطونا كهرباء يا ناس ما في جلت. نور اللي يحتاج كهرباء <applause> 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 على قولت ايمن يسري اعطني الضوء اي أيوة. والله اعطني الضوء لا ان شاء الله كله على قول ايمن يسري ان شاء الله كله حيتصلح الله <applause> حقيقي أنا, انا 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 اقول لك على شيء يعني جبنا يعني عملين سريعه في ايمن يسري شوف من واحده منهم في الـ في المهرجان يعني ان شاء الله انه نقدر أيه. نسوي حوار أيه. بعملين فنيين احنا نقدر نعمل سلام. حوار على كل اعمال ايمن يسري يعني <applause> كل هو ايمن حوار رب. هو ايمن حوار يعني فان <applause> شاء الله حتشوفوه قريب كمان <applause> آه يعني انا ما اعرف لكن دائما احنا نشوف ان الوقت ما يسعفنا انه احنا ننجز بالشكل اللي احنا نبغاه. ولكن انا في اعتقادي الشخصي انه هذه سمه الحياه المعاصره. <applause> <applause> اساسا اللي اليوم قوي هو الاسرع. <applause> اليوم حقيقي واحد من اهم مصادر القوه في العالم هي السرعه، قديش تقدر تنجز بسرعه قبل غيرك. مم. وان كان احيانا آه مش بالمامول بس هذا حيوديك المنطقة تقدر من خلالها انت ايضا تعطي نفسك باور وطاقه اكثر المناطق مره مهمه. آه نور الرياض تحت ضغط وقت ليس بالسهل بقى. ولكن نتمنى يعني انه يلقى نجاح مره جيد لاعمالنا الشخصيه ولكل المهرجان بشكل ان شاء الله اكيد ان شاء الله وتزدهر الرياض باعمال الفنانين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. <تصحيح> يا عيشك يا عيشك <تبارسان> يا عيشك يا ممكن نعيد عادي